جمهور اليوم السابع، اهلا ومرحبا بكم في لايف جديد من داخل صاله تحرير اليوم السابع. هيكون معاكم فيها كامل كامل. النهارده معانا حكايه حلوه فيها عبره وامل، فيها فرحه بعد شويه حزن. النهارده معانا شاب مصري اصيب بفيروس كورونا والحمد لله ربنا كرمه وتعافى تماما من الفيروس الوبائي. هيحكي معانا اخطر اللحظات اللي مر بيها وعمل ايه في وقت العزل، وهيحكي لنا القصه كلها. اهلا بيك يا بطل والحمد لله على السلامه. الو، انا من حضرتك يا اسكان. الو، سامعني اصلا حضرتك؟ انا وسلم حضرتك. اهلا وسهلا حضرتك. انا وسهلا حضرتك. في البدايه عرفنا على نفسك كده وقول لنا ازاي الاصابه جات لك. انا بلال احمد عبده من محافظه الاقصر، اخصائي تكنولوجيا علوم صحيه قسم خبرات طبيه. والله الاصابه في البدايه حصلت مع ضحك. انا شغال مثلا في مجال الصحه، فممكن تكون الاصابه جات لي من الصحه، بس ممكن تكون جات لي برضه من البيت، من الاهل، من الصحاب. فما اقدرش ارمي اللوم على اصابتي ان هي اصابه بسبب الصحه. لو حبينا نحكي شويه عن تفاصيل الاصابه، حصلت ازاي وتعاملت ازاي مع الموضوع ده، والاعراض اللي اصابتني ممكن نحكي فيها شويه. بدايه الاعراض اللي بدات تظهر عليا، في البدايه حسيت بسخونه، تكسير في الجسم. كانت سخونه عاديه ولا كانت شديده شويه؟ لا، السخونه كانت 39.1، وطبعا وزاره الصحه معرفه ومنظمه الصحه العالميه قايله ان تبقى اكتر من 38.2. اكتر من 38.2 تبدا تشك في نفسك. انا طبعا 39.1 ده رقم كبير جدا، بالاضافه لصداع مزمن ما حصلش قبل كده معايا، بالاضافه لتكسير الجسم. طبعا دول كده ماشيين مع تعريف الكيس ديفينيشن، مع تعريف الحاله بتاعت الاصابه. لما بدات اشك في نفسي رحت عملت حاجه اسمها السي تي، اشعه مقطعيه، اشوف صدري ايه اخبارها. السي تي بتاعي كان كويس، ما كانش فيه اي مشكله. الحمد. عملنا بعد كده تحليل، عملنا تحليل بي سي اللي هو صوره الدم كامله، علشان زي ما قال وزاره الصحه ان احنا بنبص على عدد كرات الدم البيضاء ونبص على الخلايا الليمفاويه. عدد كرات الدم البيضاء بتاعتي كان واطي شويه. ليه؟ لان انا كان دلوقتي 3 وشويه، فقلت النص. الخلايا الليمفاويه برضو كانت قليله، وده برضو من تعريف الاصابه بتاعت الكورونا. بدات اشك في نفسي، بدات امشي بشويه علاجات، عملت مسحه كورونا البي سي ار عشان اطمن على نفسي، طلعت سلبي، ما كانش في مشكله. عملتها فين دي المسحه دي؟ دي في مستشفى حميات الاقصر. كانت نتيجتها ايه ديت؟ دي اول مسحه عملتها كانت نتيجتها سلبي. والله كانت نتيجتها سلبيه، يعني انت رحت عملت اول مسحه طلعت سلبي. اول مسحه كانت سلبي. بس بعدها بشويه الاعراض بدات تزيد تاني، بدا يتضاف معاها كان في ضياريه اسهال. عملنا تحليل اسمه دي دايمر. دي دايمر ده معروف ان الفيروس بيعمل جلطات في الدم للزوجه، فالدي دايمر ده تحليل ليه علاقه بالسيوله، فلقيته عالي. وانا شباب ما عنديش اصلا ولا ضغط ولا اي حاجه، فبدانا نشك تاني في الموضوع. عملنا بعد كده اشعه مقطعيه جديده، بدا يظهر عليها التهاب رئوي في الصدر. وقتها اعراض بسيطه ظهرت، الفيروس ما كانش اثر لسه عليا، ما كانش ظهر كويس. لكن لما تابعت نفسي بعدها باربع ايام، لا، الموضوع بدا يظهر بقوه. الاشعه المقطعيه قالت لا ان في مشكله. وبدات تظهر بقى الكحه. الاعراض بدات تزيد بقى زي ما قلت لحضرتك، اسهال وكحه وسخونه وصداع وتكسير في الجسم. كمان كان في ترجيع في الوقت ده. بلال، انت كنت واخد بالك من الاجراءات الاحترازيه؟ يعني كنت بتتعامل ازاي مع طبعا انا قبل ما تظهر بقى الاعراض بقوه والاشعه المقطعيه الاخيره، انا طبعا كنت عازل نفسي في البيت. كنت طبعا الشغل كان الناس على قدر من الوعي العالي، خصوصا ان انا شغال في الصحه. فطبعا اول ما عرفوا ان درجه حرارتي عاليه ادوني اجازه 14 يوم اعزل نفسي فيها ويطمنوا عليا. طبعا كان في، بما اني شغال في الصحه طبعا. طب الناس في البيت اتعاملت معاهم ازاي يا بلال؟ يعني اتعاملت ازاي في بيتك انت شخصيا؟ في البيت طبعا عزلت نفسي في غرفه منفصله. البيت فيه حمامين، كان فيه حمام اتخصص ليا منفصل. والدتي كانت تعمل لي الاكل، كانت تسيبه لي عند الباب، ما كنتش اختلط بيهم اطلاقا. ولكن يعني بيقولوا سبق السيف والعزل. للاسف قبل ما تبان الاعراض عليا طبعا كنت مختلط مع اهلي. ده كله انت كنت لسه ما تعرفش ان انت عندك كورونا لحد الان، لان المسحه طلعت سلبي. بس بصفه خبرتي لما شفت ان الموضوع تطور وانا حاسس وانا راجل شغال في الصحه،
ففاهم، فحاسس لا، لان عندنا حضرتك حاجه يا استاذ كامل في تحليل البي سي ار ده اسمها الفولس نيجاتيف، ودي نسبتها عالميه من 40 ل 60%. يعني ايه فولس نيجاتيف؟ يعني النتيجه تطلع سلبي لكن هي في الحقيقه ايجابي، ودي ليها اسباب كتير. يعني ممكن اللي سحب المسح سحبها غلط، اللي نقل العينه نقلها بطريقه غلط، والميديا اللي اتحطت فيها كانت غلط. طب بتعمل مسحه تاني بقى لما الاشعه المقطعيه اتغيرت، اضطريت ان لازم اعمل مسحه تاني. دلوقتي الاعراض بتزيد بزياده وفي التهاب ظهر على صدري، عشان اعمل مسحه تاني طبعا رحت مستشفى الحميات في الاقصر. وطبعا الاقصر ما فيهاش الا مستشفى واحده بس بتستقبل الحالات، هي مستشفى حميات الاقصر. سعه المستشفى 15 سرير فقط، تخيل محافظه الاقصر كلها كانت ساعتها 15 سرير. طبعا دلوقتي من 5 ايام زادوا السعه السريريه بتاعتهم ووصلوها 50، بتدخلات من شيخ الازهر لان من الاقصر، وتدخلات من قيادات الصحه والنواب، وصلوها 50 سرير. قول لنا بقى لحظه ان انت لما عملت المسحه وقال لك ان انت مصاب بكورونا، ازاي استقبلت والله كان احساس فظيع، مش لنفسي، لاني والدي للاسف بعدها بيوم بنت عليه الاعراض بقوه وحجزناه في الحميات برضو. فيبدو ان والدي كده كان مصاب، وكمان اخويا الكبير في البيت لا ظهرت عليه الاعراض وتعب، وزوجته ظهرت عليه اعراض وتعبت، مع اني عزلت نفسي بس في فتره حضانه كان قبلها اختلطوا بيا. فطبعا ان انت تشيل مسؤوليه وهم ان انت تسببت في عدوه البيت وفي عدوه والدك واسرتك، حاجه صعبه. الواحد احنا شباب، الواحد ممكن يقول مش مهم نفسي، لكن طب والدي 62 سنه لا قدر الله لو حصل له حاجه يبقى انا تسببت في اذيته. طب احكي لنا بقى ازاي بعد ما اصبت يعني بعد ما قالوا لك ان انت عندك كورونا يا بلال، يعني عملت ايه؟ هل نقلوك العزل على طول ولا ايه التفاصيل اللي حصلت دي؟ الاجراءات والبروتوكول المعتمد في وزاره الصحه ان انا بروح مستشفى الحميات بتحجز وتتسحب لي مسحه، طلعت ايجابي بقعد لحد لما اتحول على مكان في مستشفى عزل. طبعا قعدت في مستشفى الحميات قعدت يومين، وفي الليله الثالثه تم تحويلي على مستشفى العزل في اسنا. طبعا ده حاجه كويسه ان انا من محافظه الاقصر وتوديت مستشفى عزل في محافظه الاقصر نفسها اللي هي اسنا. يعني زميلي اتصاب بعدها بيومين وكان في الحميات، ما لقيش مكان في اسنا، اضطر ان هم نحولوه اسوان. اخت صديقي حولوها ابو تيج اسيوط. فيعني الحمد لله حظي كان حلو ان انا اتحولت مستشفى اسنا في نفس المحافظه، يعني بعيده ساعه عن بيتنا. مرت عليك بقى ازاي الوقت دوت؟ قول لنا بقى يعني ازاي كان اليوم بيمر عليك في العزل كان نفسه. اليوم لما اتحولت بقى مستشفى العزل، طبعا الناس استقبلوني افضل استقبال وافضل عنايه وافضل رعايه، محطوط على مونيتور فيه من طبي عالي على اعلى مستوى، لان دي مستشفى عزل، يعني الحميات لا الرعايه كانت صعبه فيها لان المستشفيات مش مجهزه لكده اصلا. مستشفيات العزل لا، هي حاجه مخصصه لكده، الدكتور بيمر عليك كفايه التمريض، التغذيه، الحقن، العلاج، كل الكلام ده. طبعا مرت عليا يعني من الصعوبه مثلا اني خدت يومين مش قادر اصلي مع التعب، من الصعوبه ان انا طبعا افطرت حوالي 14 يوم من رمضان، تخيل يعني الواحد ما عرفش يتلذذ طبعا برمضان. ان انت بتتابع اهلك بالتليفون وما زالوا تعبانين ومش عارف تساعدهم، مش عارف تعمل لهم حاجه، انت مش عارف تشوف هم نفسك. معلش خلينا في سؤال مهم جدا عايز اساله لك، انت التفكير اللي كان بيراودك هنا كان ايه بقى؟ التفكير اللي كان بيراودني ازاي اهلي يخفوا. ازاي ايه؟ يعني اهلي يخفوا. ما كانش مهم نفسي قوي عندي. فكر في نفسك يعني. طبعا لان دول عددهم اكبر مني وناس كبيره في السن وانا شباب، يعني استحمل شويه. وطبعا كنت بفكر يا ترى في حد اتصاب مني تاني. طب انا كنت شغال عمل تطوعي في جمعيات خيريه وبنوزع شنط لرمضان، وكنت مختلط بناس، يا ترى اتابع اصحابي في حد اتعدى مني، في حد تعبان. يعني هي مسؤوليه مجتمعيه، الواحد خايف على الناس اللي حواليه. وطبعا انا ومحجوز بتمنى ان انا اخف بسرعه وان انا اقدر اطلع من الازمه اللي انا فيها دي وارجع اعيش حياتي الطبيعيه. انت قلت ان اول يومين عدوا عليك بتعب شديد جدا، ما كنتش قادر تعمل حاجه، بعد كده بدات تتحسن؟ طبعا بعد كده بدات اتحسن مع العلاج، لان يوميا انت بتاخد علاج، يوميا بتاخد حقن كانيولا. العلاج كان عباره عن ايه بقى يا استاذنا؟ العلاج في حاجه اسمها الهيدروكين، ده حاجه انتي ملاريا بتاع اللي هو علاج الملاريا. في حاجه اسمها التانفلو اللي هو بتاع علاج الانفلونزا مش عارف الطيور او الخنازير.
في بتاخد فيتامينات، بتاخد زنك، بتاخد باراسيتامول ده خفض الحراره، بتاخد حقن عشان معدتك مش بتستحمل البرشام وبترجع وبتتعب، بتاخد حاجات للاسهال، لان يعني تمتاز المرحله دي بالكحه الشديده وبالاسهال والسخونه. المرحله دي تبدأ الحاجات دي تختفي بالتدريج. فكنت بتاخد حاجات بقى للاسهال، حاجات للكحه، زي وده البروتوكول المعتمد في وزاره الصحه يعني، وده اللي انا بقوله لحضرتك ده البروتوكول المعتمد. وطبعا في فولو اب، في متابعه يعني، انت يوميا بيتسحب منك عينات دم بتاع 8 سم، بيطمنوا على السيوله بتاعتك، بيطمنوا على صوره الدم بتاعتك، على وظائف الكلى، الكبد. اتعمل لي 3 مرات اشعه مقطعيه على صدري انا في مستشفى العزل. يعني الحاجات دي تكلفتها عاليه جدا، يعني الاشعه المقطعيه الواحده بتتعمل ب 500 جنيه. يعني انت قعدت في العزل كام يوم؟ 6 ايام. هو عزل واحد بس ولا في كذا مرحله في العزل؟ لا، في كذا مرحله. انا خلينا عليهم في مستشفى العزل. داخل مستشفى العزل ولا المستشفى الثانيه بعد كده اللي تحولتها؟ يعني داخل مستشفى العزل. لا يعني قول لنا رحله العلاج بتاعتك كانت ازاي؟ طيب، انت اول ما بتخش مستشفى العزل بيتم استقبالك في قسم الطوارئ. في قسم الطوارئ ده بتقعد فيه حوالي 12 ساعه، بتبقى تحت الملاحظه الدقيقه. نعم. ده بيبقى في مونيتور واصل فيك، لو احتاجت بيتوصلك اكسجين، الضغط بيتقاسلك كل شويه، السكر، عينات، اشعه، كل حاجه الدكتور بيمر عليك كل ساعه او كل ساعتين، التمريض حواليك، التغذيه بتاعتك. بتقعد تحت الملاحظه الدقيقه حوالي 12 ساعه. لما بيلقى ان حالتك ستيبل ومستقره بيتم نقلك لغرفه. الغرفه دي بيبقى غرفه بقى، غرفه على اعلى تجهيز، بيبقى فيها مريض واحد بس معاك، بتفصل بينكم ستاره، لان حالتك بتبقى مستقره، مش محتاج رعايه مكثفه، لان انت في فتره الملاحظه الدقيقه دي ممكن يضطروا ان هم يحولوك عنايه مركزه. فهو بيطمن عليك من كل النواحي، بيقيس لك البلس والنبض بتاعك، وبيقيس لك غازات الدم، حاجات كتيره يعني. فلما بتخش الاوضه بقى بتشتغل العلاج الروتيني بقى، البراشين دي اللي قلتها لحضرتك، والحقن والاكل والتغذيه وكل الكلام ده. يعني الناس ما كانوش حارميننا من حاجه، يعني تخيل حتى يعملوا لنا السوائل، يعني يعملوا لنا شاي ويعملوا لنا ينسون، كل حاجه ما كانوش حارميننا منها. بعد كده بتقعد في الغرفه دي حوالي مثلا 4 ايام او 5 ايام قعدت في الغرفه. بعدين تم نقلي لمكان تاني، بيبقى مكان مجمع، بتفضي الغرفه بتاعتك لناس تكون محتاجاها اكتر، حالتك بتبقى اتحسنت اكتر من كده، فبتروح لمكان مجمع مثلا بيبقى فيه 10 مرضى بس، بيفصل بينكم ستاره واريا واسعه، منطقه واسعه كبيره، بتبقى فيها برضه في الملاحظه. في المرحله دي بيتم سحب منك اول عينه بعد الايجابي، يعني هو الطبيعي ان هي تتسحب بعد 5 ايام، هي اتسحبت مني بعد 5 ايام لكن طلبوا عينه اخرى، فلذلك قعدت يوم سادس. سحبت مني العينه، وصلت المستشفى محافظه الاقصر، فيها جهاز واحد بس اللي بيعمل تحليل بي سي ار، فكل المستشفيات بتجمع عيناتها وبتبعتها لمستشفى الحميات. فانا في مركز اسمه مركز اسنا، مستشفى الحميات في منطقه اسمها الحبيل، بتتسحب العينات وتوصل لمستشفى الحبيل اللي فيها اللي هي مستشفى الحبيل بتاعت الحميات اللي في الاقصر. نعم. بيتم التحليل، تم التحليل، طلعت اول عينه سلبي. دي بقى يعني انت كده عملت سلبي، عملت نتيجه طلعت نتيجه سلبي، بعدين عملت نتيجه طلعت ايجابي، دي بقى عملتها طلعت سلبي، دي كانت بدايه الشفاء بقى. دي بدايه الشفاء. فبيتم نقلك تاني، بتروح في منطقه كل المرضى اللي فيها سلبي، لان انت الاول كنت قاعد معاهم. ازاي استقبلت خبر ان انت الحمد لله ربنا كرمك وتحولت من ايجابي لسلبي؟ لا، يعني فرحه عظيمه جدا وفرحه عارمه، خصوصا ان في ناس كانوا معايا اتسحب لهم وطلعت النتيجه برضو ايجابي تاني. فدول انا نفسيته بتبقى صعبه لما تقارن نفسك بحالهم، لا انت سلبي، الله اكبر، انا فاضل لي 48 ساعه وتتسحب لي عينه تاني، لو طلعت سلبي كده هروح بيتنا واعيش حياتي زي الاول وابقى كويس. يعني كانت فرحه، واللي بلغني بالخبر يعني شاف السعاده فعلا على وجهي، يعني الحمد لله. يعني لما النتيجه الاولى سلبي كان فرحه كبيره الحمد لله. بعد ما بيقول لك اللي بيحصل معاك بقى، يتم نقلك لمنطقة تانية كل المرضى اللي فيها زيك سلبي، لأن أنت لما اتسحبت العينة كنت مع مرضى إيجابي، فطلعت النتيجة نصنا إيجابي لسه زي ما هو ونصنا سلبي، مش هقعد وسطيهم بقى، لا، ينقلني في مكان كل المرضى اللي فيه سلبي. بتقعد حوالي 12 ساعة وبعدين بيتم تحويلك لنزل شباب طوط. نزل شباب الطوط دي مدينة مبارك الشبابية، تم تحويلها لمستشفى عزل عندنا في الأقصر.
دي بيتحول فيها المرضى اللي طلعت نتائجهم اول مسحه سلبي وما عندهمش اعراض، بس اتحولنا في اتوبيسات رحنا المستشفى دي او نزل الشباب، تم التسكين فرد واحد في الغرفه. طبعا بيبقى في دكتور وبيبقى في تمريض وبيبقى برضه في متابعه طبيه هناك، يعني مش بتروح كده وخلاص، بتقعد 48 ساعه بعدين بيتم سحب مسحه ثانيه منك. المسحه الثانيه لو طلعت سلبي خلاص كده بتروح. فالحمد لله المسحه كانت سلبي. انا قابلت ناس يا استاذ كامل سحب لهم 11 مسحه، يا الله سلبي ايجابي سلبي سلبي ايجابي. قابلت ناس فيهم 25 يوم كانوا عند نزل الشباب، يعني عملت حظ خدمني الحمد لله، قالوا لك ان انت هتخرج يعني. واول حاجه عملتها اول حاجه عملتها اتصلت باهلي طبعا فرحتهم. ازاي دخلت البيت تاني؟ هل سلمت على الناس في البيت ولا هل تجنبت بقى السلام؟ لا 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 لا, لا, كل لا مستحيل. انا دخلت لهم بماسك كمان، يعني لابس ماسك. لا يعني زي ما انا، لان طلعت من المستشفى العربيه اخذتني واخد جواب رسمي ان بيقول لازم اعزل نفسي كمان تاني 14 يوم، يعني مش هرجع الشغل ولا هخرج يعني اهلي وكده. تاني في البيت 14 يوم برضو بعد الموضوع ده؟ اقعد 14 يوم تاني في عزل منزلي ما اختلطش باهلي. طب تقول ايه بقى للناس اللي بتتاطر وما بتاخدش بالاجراءات الاحترازيه ولا باي اجراءات وقائيه، ولا يلبس كمامه ويحضن الناس وبيسلم ومقضيها عادي، ده تقول له ايه؟ والله انا اقول له حرام عليك نفسك وحرام عليك اهلك وحرام عليك البلد. يعني انت، يعني احنا شفنا على الفيس متداول في السوشيال ميديا ان في ناس كانت بتستهتر بالموضوع ده وتطلع فيديوهات وتقول لك يا جدعان ده فيروس اهبل، ده فيروس عبيط ما يهمكمش مش عارف ايه. الناس دي اتصابت يعني وكانت عبره، وفي ناس منها يعني الله المستعان في حد توفى، انا شفت الفيديو بتاعه توفى وكان بيدعو الناس للاستهتار وما يهمكمش والكلام ده. فيا اخوانا يعني حرام عليكم نفسكم وحرام عليكم اهلكم. الناس الكبيره في السن لما بتتصاب التنفس الصناعي بتاعها بيضرب، بيحتاج احيانا عنايه مركزه، بيخش عنايه مركزه مش بيلقى دلوقتي. يعني مستشفيات العزل اماكن العنايه المركزه فيها قليله، في ناس كتير حالات كتيره بتتوفى دلوقتي عندنا في الاقصر. فحرام عليهم نفسهم، حرام عليهم اهلهم والمجتمع. وهيشيل ذنب، يعني هيشيل ذنب بعدين لما هيلقى نفسه عامل كارثه في اللي حواليه. ازاي هيعيش في سلام نفسي؟ ازاي هيقدر يتعامل مع الموقف في العمل؟ يعني انت تنصح الناس ان هم ياخدوا بالهم من الاجراءات الوقائيه ويرتدوا الكمامات وما يسلموش على بعض والحاجات اللي وزاره الصحه دايما بتقول لنا عليها دي؟ طبعا طبعا. ماشي، الحمد لله على سلامتك يا بلال، واحنا يسلمك يا رب ان انت كنت معانا في اللايف دوت. ينفع بس اشكر الرجاله؟ اتفضل. يعني انا من في رجاله صادفتهم في حياتي في المرحله دي، ما يعني كان ليهم مواقف جدعه جدا معايا. يعني اخويا وحبيبي حسن اللي هو خدني بالموتوسيكل وداني مستشفى حميات وعارف ان انا عندي كورونا ومخافش مني، بس طبعا لبس ماسك وانا لبس ماسك ما كانش خايف مني. وحاتم برضو خدني مره المستشفى. الناس اللي كانوا معاك في رحله العلاج دول، دول يعني دول الرجال اللي هم عارفين عندي كورونا بس ما ينفعش يسيبوني، ياخدوني ويودوني المستشفى ويتابعوني. فيعني دول الرجاله حقيقي. وزمايلي بقى اللي في المستشفيات في كل مكان، يعني اشكرهم على متابعتهم ليا وعلى مساعدتهم وعلى عملهم الاشعه، محمود بدا واحمد حفني ومحمد كويس، اصدقاء كتير. يعني بتشكر الجيش الابيض كله؟ يعني بشكر زمايلي كلهم في الجيش الابيض واهلي واصحابي، كل الناس كانت تسال عليا، وبشكر حضرتك يعني على استضافتك الكريمه، واتمنى يكون الكلام مفيد لكل اللي سمعنا. احنا بنكمل شكر الجمهور الكبير، وكان معاكم في اللايف دوت كامل كامل. شكرا لكم جميعا، شكرا لكم.